إذا بعد ساعة مجانية سوف يتم نقل هذا الشخص إلى المستشفى الإقليمي من أجل العلاجات الأولية. عيب عار الساعة هو طريح الأرض. إذا الشكر كبير لهذا الشخص. إذا تبارك الله عليك. كيفاش كانت الحالة ديالو خويا؟ كيفاش كانت الحالة ديال السيد؟ الحالة ديالو كيفاش كانت؟ ها؟ تقرب لنا شوية شنو الحالة ديالو؟ شكرا تبارك الله عليك. تعاود الحالة كيفاش كان؟ خويا خصنا نهضروا معاه باش دوز معنا دوز معنا. ها؟ مرحبا مع السيد. لا كبير هذا. بالعكس عجبتينا لان كان التدخل كان تدخل ايجابي. عاودني الواقع كيفاش كيفاش تعاملتي مع الحاله؟ خصنا نهضروا معاه باش ما ينعش بنادم باش ما يطيحش في الكوما. الا خصو يطيح في الكوما نضربوا نضربوا الراس. دونك من ضربنا في الراس بنادم خص ضروري تهضر معاه باش يبقى فايق. شحال تقريبا ديال المده وانت كتهضر معاه؟ والله ماني عارف. ما نكذبش مانيش عارف كاع. شنو المسي منو؟ السيم ديالو سي قلتي؟ ما عارف. نشوفو في الوقت نتاع ما عارف. شنو المنطقة هو؟ والله ماني عارف. لاقى شكون اللي ضربو؟ ما عارفش كاع. كيفاش دابا الحالة ديالو كيفاش دايرة؟ خويا كيستدعي تدخل عاجل؟ ها؟ الحالة ديالو كيفاش دايرة؟ والله ماني عارف انا خويا غير شفتو درت له لي بخومي سوين. عاد درت له زعما كا باش ما الى غاب با سون كا. تبارك الله عليك وكنشكرك. شكرا نعم بهذا التدخل. تبارك الله عليكم. اذا الشكر موصول لكل من ساهم في هذا العمل الانساني من اجل نقل هذا الشخص الى المستشفى الاقليمي بمدينه الفنيدق.